الرواية الكاملة هو عنوان فيلم وثائقي أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان قبل أن تتم مشاهدته، ويحكي عن التفاصيل الدقيقة التي حدثت في منزل الفنانة نانسي عجرم قبل أشهر، وأسفرت عن مقتل مواطن سوري في منزلها رمياً بالرصاص. الحادثة في وقتها أثارت عاصفة من الجدل على السوشيال ميديا وما زالت منظورة أمام القضاء حتى الآن. فالقاتل هو فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، والقتيل هو مواطن سوري يدعى محمد الموسى، اتهم من قبل عائلة عجرم بالسطو على منزلهم مدللين على ذلك بكاميرات الفيديو التي نشرت تباعا بكل وسائل الإعلام، بينما يرى الفريق الثاني بأنه القتل كان لأسباب أخرى وأن القتيل لم يكن ينوي السرقة. عاصفة الجدل عادت من جديد مساء أمس بعد أن تم الإعلان عن فيلم وثائقي يحمل اسم الرواية الكاملة، والذي من المقرر أن يعرض كاملا بعد أيام من الآن عبر منصة شاهد الرقمية. لكن وقبل أن يشاهده الجمهور اشتعلت التعليقات حول فكرة الفيلم من أساسه، فالمعارضون له قالوا أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء ويجب عدم التأثير فيها بأي شكل من الأشكال، بل واتهموا الفيلم بأنه يعرض وجهة نظر واحدة بحسب ما شاهدوا في الإعلان القصير للفيلم. أما المؤيدون فقالوا أن الفيلم هو مجرد رد على الأحاديث التي شابها عدم الدقة وبعض التصريحات العارية عن الصحة والتي لصقت لفادي الهاشم طوال الفترة الماضية ولم يرد عليها. طبعا التعليقات كانت بالآلاف، لكننا ربما سنستعرض بعض هذه التغريدات ومن الطرفين. نبدأ من طوق، هذه هي التغريدة: الرواية الكاملة يجب أن تعرض من الطرفين، لكن للأسف الطرف الآخر ميت. أما خالد فغرد قائلا: لم يكن هناك داع لتصوير الفيلم وأخبار القصة، عند كثرة الكلام تصبح الحقيقة كذبا. وهناك تعليق آخر من وسن قالت فيه: أرى أن هذا الفيلم خطأ غير مبرر، حتى لو تقاضت منه مبلغ كبير هي في غنى عن عودة الشوشرة. أما سامية فقالت: إلى متى سيبقى الناس يحكمون على الشيء قبل مشاهدته؟ الفيلم لسه ما نزل والناس بدأت تهاجمه. نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم لنا الآن من بيروت الإعلامي جو معلوف. جو أهلا بك معنا. قبل أن يطرح هذا الفيلم الوثائقي لنعطي المشاهد فكرة عن العمل، ما الذي سيشاهده في هذا العمل؟ يلي راح يشوفه المشاهدين هو وثائقي مثل ما بينعمل بكل دول العالم لما بيكون في قضايا شائكة وقضايا شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي. راح يحضروا فيه مشاهد جديدة، وقائع، حقائق من حق أكيد الناس أنها تطلع عليهم، لأنه هذه القضية من أول ما صارت لليوم ما انعمل فيلم وثائقي واحد أو حلقة كاملة متكاملة بتحدث عن كل التفاصيل اللي حدثت وبتحكي مع كل الأطراف. طب جو، توجد حالة الآن من الجدل على السوشيال ميديا قبل مشاهدة وطرح هذا العمل، لأن القضية لا يعني يزال يتم النظر فيها من قبل القضاء ولم يتم البت فيها، وبالتالي الفيلم قد يؤثر على سير المحاكمة. ما رأيك في هذا الطرح؟ هلا الأكيد وثائقي ما راح يأثر على المحكمة وعلى عمل القضاء. عمل القضاء يختلف عن العمل الإعلامي وعن العمل الاستقصائي اللي نحن عم نقوم فيه، وما راح يكون لا أول وثائقي ولا آخر وثائقي. يمكن نحن بمنطقتنا أو بعالمنا العربي بعد مش معودين على هالنوع من الأفلام أو هذا الشغل الانفستيجيشن ابيزودز، بس اللي بأكد لك إياه أنه هذا الوثائقي انشغل بمهنية بحرفية في مصداقيتي بالدق لما أعديته لما عملت هذا الحوار، وما كان سهل أبدا إقناع جميع الأطراف أنهم يحكوا. يعني أخذ معنا شغل شهرين تقريبا إذا مش أكتر، صرنا من شهرين ونص عم نشتغل عليه. ما كان أبدا سهل لا إقناع نانسي عجرم وزوجها ولا إقناع عائلة الشاب السوري اللي فات على هيدي الفيلا، يعني خاصة عائلة الشاب السوري والمحامين كتير تعذبنا معهم، ونانسي عجرم كمان تعذبنا كانت رافضة بالبداية. طب جو، دعني أسألك عن توقيت عرض هذا الفيلم الوثائقي الآن تحديدا، يعني ما الفكرة؟ لماذا لم يتم الانتظار حتى إنهاء ربما وإصدار المحكمة حكمها في هذه القضية؟
انا بعتقد اليوم بالاعلام اللي كان اللبناني ولا العربي انه كل القضايا اللي بنطرحها حضرتكم كل وسائل الاعلام لما بتطرح قضايا او بتحكي عن قضايا بتكون بعدها اوقات موجوده بالقضاء، القضاء عم بيحقق فيها، هيدا ما بيتضارب مع هيدا، يعني شغل الاعلام ما فينا ننتظر قضيه كل ما تخلص بالقضاء قضيه نطلع نحكي عنها، لانه لما بتخلص القضيه بالقضاء او لما كل الوقائع بتطرح للراي العام والحقائق ما بيعود في لزوم ينعمل وثائقي، هذا عمل اعلامي استقصائي من حقنا انه نعمله. برجع بقول لك لانه هذه القضيه مش اليوم عملت اشعلت مواقع التواصل، صار لها شهرين ثلاثه عم بيتم التداول فيها على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام. طب جو، بعض التعليقات تحدثت عن ان الفيلم هو روايه من طرف واحد، يعني هل هذا صحيح ام سنشاهد ايضا اطراف ثانيه في الفيلم؟ نحن كنا حريصين لما بلشنا نشتغل على هالوثائقي انه يكونوا كل الاطراف ممثلين، لبل اكثر من ذلك لما صورنا مع اول طرف اللي هي نانسي عجرم وزوجها والعاملين لديها، خلصنا التصوير بدانا نعمل على عمليه المونتاج، رجعت اخذت معنا المفاوضات مع عائله الشاب السوري والمحامين 3 اسابيع، حطينا هذا العمل انه وقفنا الشغل فيه لعملنا المفاوضات 3 اسابيع، لرجعنا صورنا بين لبنان وسوريا مع العائله لان تعذر قدومهم الى لبنان بسبب كورونا، لحتى رجعنا كملنا هذا الوثائقي وعملنا قناعاتنا انه هيدا الوثائقي هلا صار جاهز انه ينعرض لانه كل الاطراف ممثلين فيه، وعلى اساسه رجعنا خلصناه وسكرنا هيدا العمل. طب جو، بعيدا عن جدلية الفيلم، البعض من علقوا لهم وجهة نظر مختلفة وقالوا بأن الحقيقة لو كانت حقيقة فعلا بالتالي ليست حاجة إلى إيضاح وليست بحاجة لأي وثائق واستفاضة، وأن ظهور أبطال القصة في الفيلم يثير الشكوك، كيف ترد؟ خليني بداية بس مرق شغلي، هذا الوثائقي اليوم عم نحكي عن مجتمعين مختلفين، عم نحكي عن طبقتين مختلفتين إذا صح التعبير، عم نحكي عن فكر مختلف عن فكر آخر، عن الغني وعن الفقير وإلى ما هنالك من تفاصيل، كنا حريصين أن تكون واضحة بهذا الوثائقي، في رسالة من هذا الوثائقي. بالنسبة لموضوع الحقيقة وأنه الحقيقة ظهرت وما في لزوم ينعمل هذا الوثائقي، اليوم لو الحقيقة والوقائع عرضت على الإعلام وظهرت ما بعتقد في لزوم ينعمل هذا الوثائقي. نحن لأنه هذه القضية بعدها كانت عم تاخذ جدل، ولانه هذه القضيه عليها عده علامات استفهام وعليها عده اتهامات وعليها امور لم تتضح للراي العام، اخترنا البدايه يكون اول وثائقي هو هذه القضيه، لو تجاوب على كل الاسئله، وباكد لك رح يتجاوب على كل الاسئله وعلى كل الاتهامات وعلى كل ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي بهالساعه ونص، هالساعه ونص رح يجاوبوا عن كل شيء. طب جو، ولكن هناك يعني تباين واختلاف حتى في الرواية سواء كان من جهة نانسي عجرم ومن جهة شاب سوري، بالتالي لأي مدى هذا كان تحدي بالنسبة لكم في هذا الوثائقي بإظهار ربما هذه المعلومة أو هذه الواقع ولكن من جهتين وروايتين؟ نحن كان التحدي الأساسي هو عدم الدخول بالتحاليل، يعني ما نفوت بتحاليل وما نفوت بأي معلومة أو بأي إجابة أو بأي شغلة ما فيها إثبات أو ما فيها وقائع وما فيها معلومة مثبتة. هون كان التحدي بهذا الوثائقي. اليوم لما بنعمل وثائقي لقضية شائكة من هالنوع ما بنكون عم نعملها لحتى ترجع تثير الجدل وتطرح تساؤلات وعلامات استفهام، كان التحدي أن يجيب هذا الوثائقي عن كل الاختلافات بوجهات النظر وعن كل ما حكي من الطرفين من اتهامات وإلى ما هنالك. هيدا هو كان التحدي الأكبر، وبعتقد هذا التحدي بهالنوع من الوثائقي المفروض بعالمنا العربي لما بيكون في قضايا شائكة من هالنوع إن كانت فنية أو اجتماعية شغلت الرأي العام وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك على المشاركة معنا جو معلوف الإعلامي. شكرا. كنت معنا من بيروت.